السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية، وذلك من خلال الشابتر رقم 5. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in Beams. المحتوى متاعت المحاضرة الأولى من الشابتر هذا، حنبدأ بأول شيء بانترودكشن، بعدين حنشوف Analysis of Trusses، حنشوف Method of Joints. حنبدأ مقدمة، يعني في الهندسة بصفة عامة يعني هناك ثلاثة أنواع من الهياكل اللي يمكن يعني نستعملها. أول شيء اللي هو نسميه التراس. طيب مثلا هذه هي يعني الهياكل، هذه تتكون من أذرعة. الأذرعة هذه متشابكة في شكل مثلثات زي ما كم شايفين هنا. الأشكال هذه بنسميها يعني التراس، والمجموعة بتاعها تراسز. يعني هذه مثلا هياكل تسمى التراس. النوع الثاني اللي هو الفريم. الفريم يعني الإطار، يعني نفس الشيء تتكون من أذرعة، لكن الأذرعة هذه بتكون عليها قوة خارجية، لكن الأذرعة هذه بتكون يعني فيكسد بسيبورت على أي شيء ثاني. لكن لو نضيف هنا ذراع ما بين الـ A والـ B تعتبر تراس ولا تعتبر فريم. يعني الفريم لازم تكون يعني الأطراف غير متصلة ببعض. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الماشين، يعني الآلة. مثلا الذرة دي تعتبر آلة، لأنها يعني بنعطيها قوة اليد وتعطينا هي قوة ثانية مختلفة. نبدأ بشرح التراسز. يعني شو معنى التراسز؟ التراسز هي تتكون يعني من أذرعة بتكون مستقيمة، والأذرعة هذه تكون متشابكة يعني في نقاط معينة. مثلا مثال هذا، مجموعة الأذرعة هذه شايفين يعني تلتقي في نقاط مختلفة. يعني الالتقاط هذه بيكون يعني الأشكال اللي كونها هي أشكال مثلثات، يعني هذه كلها تعتبر تراس. نفس الشيء المثال هذا، شايفين الأذرعة هذه متشابكة ببعض بتكون مثلثات مختلفة، يعني هذه بتعتبر تراس. يعني أي شكل بيكون بالشكل هذا بتكون يعني مثلثات متشابكة وتكون يعني كونكتد في بعض تعتبر يعني تراس. هنبدأ يعني تحليل التراس. مثلا التراس هذا يتكون من هذا بنسميه ذراع اللي هو الممبر، وهذا الممبر نفس الشيء، يعني ثلاثة ممبر، ونقطة الالتقاء ما بين الممبر والممبر بنسميها يعني الجوانت، يعني نقطة الالتقاء. يعني القانون بالنسبة للتراس العادي، الام تساوي 2a ناقص 3. الام اللي هي عدد الأذرعة، والان اللي هي عدد نقاط الالتقاء. مثلا في المثال هذا كم من ذراع؟ ثلاثة أذرعة، يعني ام تساوي 3 والان تساوي 3، يعني اللي هي 1 2 3. يعني بتكون 2 في 3 تصبح 6، 6 × 3 تساوي 3. يعني هذا هو القانون. لو ناخذ المثال التالي، مثلا كم يساوي عدد الام؟ 1 2 3 4 5، يعني الام تساوي 5 والان تساوي يعني 1 2 3 4 تساوي 4. لو اخذنا مثلا 2 × 4 تساوي 8، 8 × 3 تساوي 5. يعني هذا هو القانون بالنسبه للسامبل تراس. طيب لكن نقاط الالتقاء اللي هي جوانت يمكن تكون بالشكل هذا او بالشكل هذا. طيب لو ناخذ المثال هذا هو نفسه ونحله، تم تحليله. مثلا لو ناخذ الجوانت في السي، شايفين السي بتكون فيها ثلاثة يعني قوة مختلفة، قوة جاية من الناحية هذه الذراع هذا، قوة رايحة في النهاية اتجاه هذا، وقوة جاية من الذراع هذا. يعني على حسب عدد الأذرعة بتكون يعني التقاط القوة. نفس الشيء على نفس الذراع بتكون القوة يعني متعاكسة، عندها نفس القيمة. يعني شايفين القوة بتكون متعاكسة وعندها نفس القيمة. نفس الشيء في الجوانت دي، شايفين في التقاط يعني بتاع أربع قوى اللي هي القوة هذه وهذه وهذه، وقوة البي اللي هي الرابعة، يعني أربع قوى. هنا ثلاثة قوى، نفس الشيء هنا فيه ثلاثة قوى، لكن على كل ذراع يعني بتكون القوة متعاكسة يعني عندها نفس القيمة. لكن إذا كان في تقاطع ما بين الأذرعة، مثلا في النقطة A القوة بتكون بالشكل هذا، يعني طبعا القوة حتكون متقاطعة بالشكل هذا. طبعا الرسمة هذا نقدر نحولها الشكل التالي، مثلا القوة FAB اللي هي هذه نفسها نقدر نحطها في الاتجاه هذا. نفس الشيء FAC هذه نحولها في الاتجاه هذا، والFAD نحطها في الاتجاه هذا، يعني تحصل على الشكل هذا علشان يكون الجسم طبعا في حالة اتجاه. حناخذ يعني الشرح متاع Method of Joints. حناخذ المثال التالي، مثلا المثال هذا بالنسبة للفري بودي دياجرام متاع التراس هذا. يعني هنا مفروض عنا بين يعني حيكونوا قوتين، لكن هنا أخذنا قوة واحدة. ليش؟ لأن هي القوة هذه القوة الوحيدة على المحور X
يعني تصبح صفر. القوة هذه هي نفسها. بالنسبة هنا عندنا يعني الكونتاكت الوحيد اللي هو حيكون نقطة، يعني حيكون قوة واحدة. بالنسبة يعني مثلا للجوانت هذا في النقطة أي في النقطة هذه، الشرح متاعه بيكون على النحو التالي. مثلا تكون القوة هذه R1 موجودة، وعندك القوة في الاتجاه هذا اللي هي جاية من الذراع هذا، والقوة AF اللي هي جاية من الذراع هذا. يعني في النقطة جوانت يصبح عندي 3 قوى. أما بالنسبة للأذرع طبعا في كل ذراع بتلاقي يعني قوتين يعني متعاكسين، زي ما انتم شايفين هنا لما يكونوا متعاكسين وعندهم يعني نسميها كومبريشن، يعني يكونوا يعني في الاتجاه هذا مختلف نسميها تنشن. يعني هنا كومبريشن وهنا يعني تمطط، عملية التمطط. طيب علشان نجيب المجاهيل في كل القوى الموجودة على الأذرع لازم نستعمل القوة يعني من خلال قانون السيجما اف واي يساوي صفر وقانون السيجما اف اكس يساوي صفر. نفس الشغل اللي نسويه على الجوانت اي هنسويه على بقية النقاط اللي هي الاف والبي والسي والاي والدي، يعني مختلف في كل نقطة يعني لازم نسوي نفس القوانين. طيب هناخذ المثال هذا هنشرح يعني بنقطة بنقطة. هنبدأ بأول نقطة اللي هي الجوانت اي، اللي هي النقطة هذه. في الجوانت اي كم من قوة؟ 3 قوى زي ما انتم شايفين. يعني هذا بالرسمة متاع 3 قوى هذا اللي هي نفسها هذه الرسمة. 3 قوى هذا نقدر نحولهم إلى يعني إلى المثلث هذا من خلال ناخذ القوة هذه ونحطها هنا، بتحصل على نفس المثلث هذا. يعني بنقدر نقول أنه في الجوانت هذا في إيكليبروم عشان نجيب المجاهيل هذا اللي هما 3 القوى. لو ناخذ مثلا الجوانت في النقطة F، نفس الشيء في النقطة F، هنا 3 قوى زي ما انتم شايفين 3 قوى، نحولهم إلى شكل مثلث من خلال نجيب القوة هذه، هنا تصبح عندي مثلث. يعني لازم تكون في كل جوانت بالشكل هذا علشان نجيب المجاهيل بتاع القوى في جوانت هذا. مثلا جوانت الثالث اللي هو البي اللي هي النقطة هذه، طبعا في البي عندي 5 قوى، هنا في موجودة 5 قوى، بنحولها في الشكل هذا. نفس الشيء في الجوانت اللي هو رقم 4 اللي هو يعني في النقطة سي اللي هو هذا، في 3 قوى. في الاي اللي هو هذا اللي هو 3 قوى زي ما شايفين، تحصل على الشكل هذا اللي هو شكل مثلث. واخر جوانت اللي هو الدي طبعا فيه 3 قوى، بتحصل المثلث. يعني لازم بكل نقطة التقاء نسوي بالطريقة هذه علشان نجيب بقية المجاهيل. طيب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله المحاضرة القادمة.